بكل شارع وبكل ضيعة، في بيوت عتيقة بتخبي بين حيطانها قصص وحكايات، شي حلو شي مر، شي بيفرح وشي بيحزن. بعضها تهدم وتخرب وهجروها أهليها، وبعضها تصلح وترمم وبقيوا فيها أهليها. كل بيت له حكاية، وبكل زاوية في ذكرى وخبرية، ورا كل عمود وسقف وأرميد وشبابيك ملونة في إيدين عمرت بحب وذوق وعطيت الرونق التراثي للبنان الحلو، وصارت الحجار تحكي. صحيح إنه بيروت غنية بالبيوت التراثية والقصور العريقة يلي بتتوزع بين أحياء أو مناطقها، لكن قصر عبد الرحيم دياب بمنطقة قريطم غير شكل، نموذج مصغر عن قصر فرساي أرادوا صاحبه هدية عربون تكريم ووفاء لزوجته شفيقة، والنتيجة تحفة فنية هندسية من الرسوم والنقوش والألوان بتخلي الحجار تحكي. بالعام 1938 كان عبد الرحيم دياب وعروسته شفيقة العظم عم بيقضوا شهر العسل بفرنسا، وزاروا طبعاً قصر فرساي يلي أدهشن بروعته وجماله وفخامته، وطلب من المهندس يلي كان عم بيقوم ببعض أعمال الترميم إنه يجي على لبنان ويعمر له قصر شبيه بقصر فرساي، وهيك صار. وضع المهندس الفرنسي بيرو تصاميم البيت من الداخل والخارج، وبلشت ورشة البناء بالعام 1947 وانتهت بالعام 1949، لكن للأسف ما لحق عبد الرحيم دياب يتهنى بتحقيق حلمه، وتوفى بعد سنتين بالعام 1951 عن عمر 51 سنة، تارك وراه أرملي وست أولاد، خمس بنات وصبي بعمر 3 سنين. ما استسلمت الست شفيقة للقدر، بنت أهم العيال الشامية الأكابر، نزلت على الشغل وكملت إدارة أعمال زوجة التجارية بمؤسسته ومحلاته بوسط بيروت مدة 17 سنة حتى العام 1968 لما صار عمر ابنها سليم 21 سنة واستلم الأمانة، وصارت سيدة أعمال من الدرجة الأولى، وأسست جمعية العناية بالطفل والأم، وكانت عضو بمجلس إدارة بنك إنترا وباللجنة التنفيذية للصليب الأحمر اللبناني وبلجنة مهرجانات بعلبك وغيرها. كل زاوية بهالقصر بتحمل بصمات عبد الرحيم دياب، وكل تفصيل بيجسد أفكاره. بيتألف من طبقين من الحجر بتزينهم شرفات مزنرة بالحديد الأسود المشغول، 3 قناطر كبار بشكل الواجهة الخارجية الحالية للقصر، ودرج واسع وكبير
بيودي إلى داخل القصر بيزنروه على الجوانب أسدين وتماثيل من الخارقة. قاعة دائرية بتشكل المدخل يلي بيفصل الخارج عن الداخل، بيتوزع على جوانبها أربع تماثيل بتجسد الفصول الأربعة: الصيف والربيع والشتاء والخريف. ومن هون بيفتح باب ضخم على قلب القصر، فخامة وإبهار بيعجز الكلام عن الوصف، خلي الصورة تحكي. الحفر والنقوش المغلفة بورق الذهب بتغطي كل مكان بالقصر، السقف، الحيطان، البواب، وحتى الأثاث من الطاولات والكنبيات والمرايا. الألوان واللوحات الضخمة والرسوم بتزين الحيطان، وكلها من توقيع الرسام تشيكي كروزي زيسكي. الأرض والدرج من الخام الأبيض والملون المستورد خصيصاً من إيطاليا. كذلك الأمر بالنسبة للعواميد المجدولة المصنوعة من الخام المقصوص بإيطاليا، وتركب التركيب بمحلة بالقصر. أوضة الصفرة تحفي قائمة بذاتها، اللوحات الضخمة المرسومة يلي بتمثل أجواء القرنين 17 و18 وأيام نابليون ترتكز على رفوف من الخام المحفور والمنقوش، والرسوم الملونة والمذهبة بالسقف كلها بتعكس ولع صاحب القصر بالفنون والجمال. وبالوسط طاولة ضخمة بتتسع ل 24 كرسي من الخشب المحفور والمذهب، كان يجتمع حواليها أفراد العيلة، وكل كرسي بيحمل الحرفين أ و د، أول حرفين من اسم عبد الرحيم دياب بالفرنسية، وانعملوا خصيصاً للقصر. وبالصدر مراية ضخمة بإطار من الخشب المحفور والمذهب ترتفع فوق شومينيه من الخام المنقوش أيضاً. على ميلة اليمين ثلاث صالونات، الأول كان مكتب عبد الرحيم دياب، والثالث تحولوا اليوم لصالونات مودرن بتضم فيترينات بتحتوي على قطع زينة من البورسلان والفضيات والنحاسيات، مزينة حيطانهم برسوم وديكور بتماثل البهو الخارجي، لكن الفرق إنها من الخشب ولكن غير المذهب. وبتحمل كمان صور أهل الدار شفيقة وعبد الرحيم وسليم. الصالون الوسطي بيفتح على البهو وبيتوائم معه من حيث الحيطان الملونة والرسوم بالسقف والخشب المذهب، مفروش بكنبيات مشغولة بالأوبيسون، وبيتوسطوا بيانو فرنسي بيحمل إبريقين من نحاس المنقوش، وطاولة فريدة من نوعها من الخشب ونحاس المشغول، بتزينها رسوم لتتويج الملكي ماري أنتوانيت ونابليون المحارب.
ثريات الكريستال الفرنسي بتضوي كل قاعات القصر وبتفصل بيناتهم حواجز وأبواب من الحديد الأسود المشغول. عشمال الدرج الخام الدائري الرائع الجمال، درابزينه من الخشب وقايم على عواميد مزخرفة من الخشب المذهب، بيودي على الطابق العلوي. وعلى الحيط لوحتين ضخمتين، واحدة لقلعة بعلبك والتانية قلعة عنجر للرسام تشيكي ذاته. بهالطابق بتتوزع غرف النوم وبتزينوا صور أفرادها، من جهة سلمى وسلوى ونجوى، ومن الجهة التانية نجلة وسليم والوالد عبد الرحيم، وبالوسط الوالدة شفيقة. هالأوضة الكبيرة خصصها عبد الرحيم لتكون غرفة الست شفيقة الخاصة، وبعدها بتحتفظ بتختها وخزنتها، والمراية الكبيرة بتخبي وراها باب بيفتح على أوضة زوجها عبد الرحيم. بالزاوية كادر إزاز بيتضمن مقال صفحة كاملة بجريدة الصفاء عن الست شفيقة بعنوان سيدة من لبنان تحمل مسؤوليات الرجال، بيحكي عن صفاتها وأعمالها وإنجازاتها. وبالوسط كمان حاجز من الحديد الأسود المشغول، حتى حمامها الخاص حرص عبد الرحيم أنه يكون فخم ومميز، عواميد وحيطان وأرض رخام، والسقف دائرة مرسومة وكأن السماء الزرقاء. إلى جانبها غرفة صغيرة ارتضاها عبد الرحيم بتطل على قصر نجيب صالحة يلي اشتراه فيما بعد الرئيس رفيق الحريري. سقف القصر تحفة هندسية فنية بحد ذاته، وبيخبي إطاره فتحات التهوية للقصر، وهون كمان بيصعب الوصف، والصورة واحدة بتعبر. الطابق السفلي بينزلوله بدرج من الخام الأبيض مسقوف بالخشب وخصص ليكون مساحة للولاد. هون بياكلوا وبيقعدوا وبيلعبوا وبيتسلوا. وبتتصدروا لوحة كبيرة مرسومة لصخرة الروشي، ولوحات أصغر من الحياة الريفية. وبيتوزع على الأطراف عدد من الغرف خصصها عبد الرحيم كل وحدة لتخزين شيء، غرفة للفضية، غرفة للزيت، غرفة للسجاد وغيرها. وبيربط بين الطوابق أسانسور من الخشب المرسوم والمخمل الأحمر. قصر عبد الرحيم دياب ما تسكر بعد وفاته، بالعكس نسجت ست البيت علاقات سياسية واجتماعية مع العديد من الشخصيات والأطراف، جعلته دار مفتوحة للجميع. وبيروي أهل البيت أنه لما كان الرئيس صائب سلام يشكل لائحته الانتخابية، كانت أول زيارة بجولته الانتخابية تكون لعند الست شفيقة بهالبيت، وأول مصافحة بين الرئيسين كميل شمعون وصائب سلام بعد أحداث 1958 تمت بهالبيت. كذلك ما غابت عنه المناسبات الاجتماعية من أفراح وأعياد ميلاد
يلي كان يشارك فيها فنانين أصدقاء، وبين قاعاته وصالوناته مثلت الفنانة الكبيرة هند رستم فيلم الشهير الراهبة. بأحضان هالقصر ربيو وكبروا 6 أولاد و16 حفيد. شو بيعني هالبيت للحفيدة الكبرى رولا نهاد السعيد؟ وشو بتخزن من ذكريات؟ أول شيء هيدا البيت بيعني لي قصة حب بين جدي عبد الرحيم دياب وستي شفيقة عبدالله العظم يلي خلقاني بقصر العظم بالشام، وهيدا كان بيتها وشافها وحبها وقال لها إنه يوماً ما رح يعمر لها قصر لإلها، إنه صحيح عم بيشيلها من قصر بس رح يرجعها على قصر، وهيدي كانت نتيجة هالحب. بلشوا يعمروه 47، بفتكر خلص 48، وللأسف هو توفى سنة 51 وعاشت لحالها فيه، تأرملت عمرها 36 سنة، بنتها الكبيرة عمرها 12 وابنها الصغير عمره 4، وهي عيشتهم وربتهم وكبرتهم وجوزتهم وجوزتنا بهالبيت. بقى كتير 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 بيعني لي، يعني روحي معلقة بستي، وأكيد معلقة بهالبيت وبحيطانه وبأسراره وبقصصنا وبتاريخنا، بيعني لي. كان ست اجتماعية بامتياز، وبيتها مفتوح، وبتعرف كتير ناس سياسية، بتعرف كتير ناس من كل، يعني كانت تجمع كل بيروت هون، ولادها كانوا يجي عاشروا كل الناس. بس نحنا لما صرنا هون كان صارت يعني هي ما بقى تتحرك كتير وتنزل تقعد هون كتير، صارت تقعد فوق أكتر. كنا نجي نتغدى عندها كل أحد، بعدين صار العشاء كل تنين بهاي القطة الصفرة كل العائلة. كنا نلعب ورق هون، تنزل تلعب معنا ورق أيام، كانت خلينا ندخن، أهلينا ما كانوا يخلونا ندخن، كنا ندخن تحت الطاولة هون، نفتكر إنه ما حدا حيشوفنا بس كل البيت شايفنا. كان في جنينة، كنا نلعب نحن وصغار كتير، كان في جنينة وتعمل لي كل أعيادي هون برا، وصباح بتجي تغني لي الهابي بيرثدي. يعني كان هيدا يعني الغنج لهون واصل. أنا الكبيرة عندها وبفتكر حبتني كتير، وأنا أكيد أكيد يعني كتير حبيتها، كانت تغنجني كتير، وما كان في كلمة لا للأحفاد، بس مع ولادها كانت قاسية. كان جدي غنجون وهي بدها تربيهم وبدها توصلهم عبر الأمان، يعني وتعلمهم وتجوزهم. بقى ما كانت كتير، كانت قطرة معنا. هلأ لما سكننا فيها البيت، سكننا فيه سنة 82 لما إسرائيل كانت عم تقصف بيروت وكل البيوت عم بتهز وعم بترج، وبيتنا محل ما كنا نحنا انضرب وانقصف، عشنا فيه هون 5 عيال، خالي ولاده، خالتي ولاده، هي نحنا ما بعرف كيف توزعنا، بس كل شيء هر ببيروت إلا هالبيت. فرجيكي قدي حيطانه بعدين ما اندهن، من لما تعمر ما اندهن، ما تصلح فيه شيء، حيطانه بعدها هي من سنة 48 لليوم، لا الذهب اندهن ولا الأخضر اندهن ولا حيطانه رجوا، وما كنا ننزل على ملجأ. يعني هون نحمينا كلنا بهالبيت. الأحداث يلي عصفت بلبنان ما استثنت عيلة عبد الرحيم دياب، واضطرتهم الحرب إلى إقفال مؤسستهم بمنطقة الصيفي بالعام 1978 ونقل المقر الرئيسي إلى القصر بمنطقة قريتم، وهيك تسكرت وجهته الرئيسية على الطريق العام بالمحلات التجارية، وأزيل صف القناطر يلي كان يشكل السور الخارجي للقصر يلي كانت تتوسطه بوابتين كبار من الحديد المشغول، وتهدم الحيط الجانبي يلي كان يفصل القصر عن الجيران ومغطى بشجر الفيكوس، وبتتدفق شلالات المي بانسياب من بين ورائه بمشهد هندسي خلاب، ومقابله بركة دائرية من الحجر تتوسطها نوفير مي، وبترتاح على دائرة مجموعة من التماثيل الحجرية المنحوتة بفن. لكن للأسف اندثر اليوم هالمدخل الجميل، وحلت محل وجهات المحلات التجارية الباردة.
المساحة الخلفية للقصر كانت جنينة مغطاية بالجازون الأخضر تخترقها ممرات من البحص، لكن اليوم فاضي وحزيني وما بقي فيها إلا هالسيارة القديمة. بالعام 2007 غادرت الست شفيقة القصر بسبب أحداث 7 أيار، وما سمح لها القدر إنها ترجع عليه. وبعد وفاتها تسكرت أبوابها القصر يلي كان يضج بالحياة والناس، وهو اليوم خالي من سكانه ومغلق ومسكر بوابه على سنوات من الذكريات بعد محفورة بقلوب أولاد عبد الرحيم دياب يلي بقيوا حافظينه برموش العين وفاء لأغلى الأحبة. سنتين وثلاث فرق عمل عم تشتغل ليل نهار 24/24 هي المدة يلي تطلبها إنجاز هالتحفة الفنية يلي حولت قصر عبد الرحيم دياب إلى واحد من أفخم قصور لبنان والمنطقة. ورغم مرور أكثر من 70 سنة على إنشائه بعده كل شيء بمكانه للذكرى والذاكرة، وحيطانه المغلفة بورق الذهب بتحكي عراقة وأصالة وجمال.